بص قفشه مثلا متواجد فين؟ انت بص بيلعب ادي واحد اتنين تلاته اربعه على لا لا خط لا واحد. لا زي ما بتقول، بص هو فوق، بص قفشه متواجد فين؟ لا على خط واحد زي ما حضرتك بتقول. لا بالظبط، هو المفروض المنطقه دور قفشه، منطقه الاستلام يا كابتن اصلا. ايوه المنطقي يا بلال، لا بص عشان اسلم. ايوه المنطقه اللي بتستلم فيها عشان تصنع الهدف اصلا مش موجود مش فيها متواجد فيها ولا لعيب. لا ايه الكره الطويله بقى اللي هتتلعب دي؟ اتنين طرف، اتنين طرف الناحيه دي، تمام، اتنين طرف اهم شايف، اتنين ده شكل يعني يا بلال، ثلاثة على لاين واحد بلال، ده شكل بقى أربعة، سوري آسف أربعة، أيوة كده أربعة. ثانية واحدة يا بلال كابتن شريف، هو بس معلش السؤال إيه؟ هو من قفشة أيوة ولا هي طريقة؟ والله أنا ما عارف. بص هو ممكن تصرف قفشة؟ لا ده أوردر، تعليمات، ده أوردر يا علاء. طيب أكيد تعليمات إزاي، وإن المباراة اللي فاتت محمد مجدي من احلى مباراته عشان لاعب مكانه صح؟ لا هو فاكر ان هو بقى في الحته دي علاء جاب جولين فهنشتغل بقى سنتر. لا ما هو ولا مش هو، ما دي هو ده السؤال يا كابتن شريف، هو ده السؤال. لا اكيد فضل. تعليمات مدير فني. لا انت حاسب ايه؟ انا مش لا لا تعليمات مدير لا فني. انا على فكره انا عن نفسي انا بتناقش معاك، انا بستغرب مش هيعمل مش هيروح لوحده كده هناك كده، مش هيعملها من نفسه كابتن علاء. طيب ده لو هقول لك على حاجه علاء، لو انا لعيب كره وتعبان ثانيه واحده بلال وتعبان وعايز اروح اريح في الحته دي كده واقف استلم الكره هناك اهو برده. بص دي صوره ثانيه، انا هخرج احسن. اه يا كابتن ادام مش قادر صحيح انا هخرج. اه بس انا عايز بس السؤال، انت سالت السؤال دي تعليمات مدير فني ولا أيوه. لعيب؟ طب حتى لو مدير فني اداني تعليمات وانا شايف ان عندي مشكله انا في فرقتي، انا كلاعب معلش يا كابتن انا كلاعب عندي مشكله في الحته دي، هل من المنطق ان انا النهارده هلعب على الكره انا امكانياتي تسمح لي انا كمجدي قفشه العب على الكره الطويله؟ هل امكانياتي تسمح لي في الحته دي ولا كور مشتركه؟ رقم واحد، هل سرعتي تسمح لي ان اشتغل على الكره الطويله اللي ورا السد باكات؟ لا تسمح لك لا طولك ولا سرعتك. يبقى بالتالي المنطقي في كره القدم انزل استلم، انزل استلم، ده المنطقي في كره القدم دي. خد انت جبت اللقطه دي حوالي اربع خمس مرات. احنا بنقول الكلام ده خد بالك مش بنقطع في اللعيبه، لا 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 لكن احنا بنقول عشان دي بعض الحاجات المفروض ان احنا بنقولها عشان يا جماعه نتحسن فيما بعد. هي دي المشاكل اللي كانت موجوده عندنا النهارده، انك انت وانا قلت كلام ما بين الشوطين، قلت انت مفتاح اللعب مش موجود، لعيب البلاي ميكر صانع الالعاب يعني دوره مش واضح بشكل كبير. مجدي قفشه لما بيلعب في الحته دي وبيستلم وبيروح بوشه بيبقى من افضل اللعيبه اللي تعمل ثرو باسز لاي حد. المباراه اللي فاتت عمل واحد اكتر من رائعه في بدايه الشوط لصلاح محسن لو تفتكر، واحده من الحته دي من القلب طق واحده راح بيها صلاح اللي حطها في دي جول. بلال انا كنت انا عشان كل اللي بيعمله قفشه واللي انت عايزه يعمله ده اعمل ايه؟ احطه في مكانه انا، اعمل له تيم، اعمل له ثانيه واحده، اعمل له فرقه تخليه في المنطقه هي البلاي ميكر اللي هي ناقل الحركه بالنسبه للعيبه اللي هو ايه؟ اللي احنا قلنا 4 3 1 2 مش فرقتك فرقتك ما تقدرش تعمل غير كده دلوقتي. هي رؤيه مدير فني يا كابتن شريف، مش قصدي على المدير الفني، انا بقول لك امكانيات الفرقه بتاعتك دلوقتي ما تقدرش تنفذ غير كده. انا بتكلم على يا اما تلعب 4 4 2 يا اما تلعب 4 3 1 2، ما عندكش غير كده، دي الامكانيات اللي عندك دلوقتي.